يعني انا كره فقاتي لما يجوا لعندي ياكلوا المملحه بتنحط على الطاوله قبل الاكل. إيه لا انا بدي بس ملح. انا ما بحط ملح صراحة. ما تحطي ملح نو هلا بيع على ضغطك دخيلك. بس نحن ما حطينا ملح كتير وافتكرتها بدها تكون حلوه اكثر من هيك. شو اللي عطاها ملوحه؟ البارميزان. لما ندوق الجارليك بريد. بس انا شو بعمل انا على النار بضل حط ملح. ايه انا اليوم ماني مستعمله انا كثير ما بيسوى. اي نو بعرف للضغط للووتر ريتنشن. كثير طيبه. هلا الجارليك تعي وقفي محلي. كثير بعمل معها جارليك بريد بحسهم بيلبقوا سوا. هلا ريحه الثوم. واو. هادي على السما. دغري. طعمي كتير قوية. الجبنة مع الجارليك حبيت الحر. يعني نتفت الحر. هيك. ايه ما كنت عارفة ولا مرة حاطة حر. طيب. وحبيت نوع الجبنة فيها. شو نوع على الجبنه اصلا؟ موتزاريلا استعمليها عليها كمان. بس ليش غير يعني فيها نكهه نكهتها طيب الحليب اللي بتتصنع يمكن لانه انا فورمين موتزاريلا ما لها طعمه صراحه. بس هيديك اسمها بيتزا توبينج. اوكي اللي بس بيحطوا لك اياها للتمغيطه. اوكي هيدا شيء ثاني. هيدي موتزاريلا والبيزا اللي حطيتيه عطى نكهه كثير طيبه. انا لافت صراحه. طيب يلا لاحكي لك عن الباستا تبعيتي. شو رأيك شيف ليلى؟ الباستا كتير طيبة، الباستو رائعة أكيد. البيتزا قال بسم الله. أوكي سوري بس دقيقة لأنه أنا خبيرة التقطيع. يا ريتك ما قلتيها للكلمه كانت قطعت على خير. خبيره ما بعرف مش تقطيع برضو حدوقه برضو حدوقه. يا الله اوكي رح اجرب بقطعه ثانيه. يا دلي عم برجف والله العظيم بحياتي ما حسيت حالي اندر تيست. اوكي خوفتيني فيها شي غلط. رقوا تنشوف. كثير بحبها. لازم تكون ساقعه اكثر. اي طبعا. هي ريسبي عامرها مينيموم 30 سنه. بتنعمل بطريقه معينه عن جد بعطيك الوصفه بعدين.